إبراهيم الأباني. رحب فيك دكتور إبراهيم معنا في إم بي سي في أسبوع. إذا بداية، كيف تابعت موضوع التقاضي عن بعد وإيش رأيك فيه حتى الآن؟ يا تفضل. أهلا بك أختي الكريمة بزميلك الفاضل. حقيقة التحرك اللي حاصل بالنسبة للتقاضي عن بعد أو سن القوانين كان تحرك إبداعي. خليني أقول بس للناس، مدام الأستاذ يحب القانون، في نظرية في القانون يسموها نظرية الحق. نظرية الحق في القانون طبقتها المملكة العربية السعودية في هذه الجائحة تطبيق حقيقة إبداعي. وهذا يعني عشان أسن قانون أو أصدر قانون أو أصدر أعمل تنظيم لابد أن يكون له يعني وفق أطر معينة، وفق نظرية الحق في القانون. إيش هي نظرية الحق في القانون؟ نظرية أختصر لكم، هي طويلة لكن عشان يفهمها الجميع، وهو أن أعرف ما هو هذا الحق، وهو هذا اللي حاصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تعريف الحق اللي حصل، ما هي الحقوق؟ حقوق الأفراد، حقوق المجتمع، حقوق الدولة، الحقوق كلها عرفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام. الخطوة التالية سن الأنظمة التي تنظم هذه الحقوق، ومن ثم ومن بعدها سن قانون يعاقب منتهك هذه الحقوق. هذا باختصار نظرية الحق، وهي حقيقة كان تطبيق المملكة فيها تطبيق إبداعي وتطبيق سريع. المملكة تجاوزت البيروقراطية القديمة اللي كان عشان بس أسن قانون ممكن أخذ لي سنتين ثلاثة إلى خمسة سنوات أو حتى عشر سنوات. في ظل هذه الجائحة حقيقة يعني أنا يعني أرفع لهم القبعة، كل المسؤولين اللي اشتغلوا على في هذا الموضوع كان تخطيطهم وعملهم عمل إبداعي. نرجع للنقطة اللي قلتي عليها، بس حبيت أنبه على النقطة هذه. نرجع للنقطة، نقطة التقاضي عن بعد. التقاضي عن بعد زي ما نعرف نحن المحاكم كلها تعطلت تقريبا 3 أشهر أو أكثر من 3 أشهر من بداية الجائحة، وبالتالي تراكمت القضايا، تراكمت الإنهاءات، تراكمت الإجراءات المفترض أنها كانت تصير. وبالتالي زي ما قلت لكم، اللي هي القوانين والتنظيمات الجديدة اللي صدرت حاولت أنها تحل الإشكالية اللي حصلت. طبعا تعطيل المصالح، الاقتصاد كله تعطل، المجتمع الجميع تعطل. الإجراء اللي حصل وهو الآن عملية التقاضي عن بعد حلت يعني نسبة كبيرة من الإشكالية. طبعا معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى والقرار اللي صادر من مجلس القضاء الأعلى أعلنوا فيه، قالوا إنه التقاضي عن بعد سيكون هو الإجراء الأول بالنسبة للقضايا اللي كانت من بداية الجائحة حتى الآن، وسيكون هذا الإجراء إجراء أيضا مستقبلي، وهذا حقيقة يبشر بالخير، لأنه كثير من الإجراءات كانت تطول في عملية اللي هي المواعيد، وطول المواعيد وتبادل المذكرات وتبادل بعض الأشياء اللي ما كانت تحتاج أوقات طويلة. التقاضي الآن، التقاضي عن بعد صار ما يأخذ إلا بالكثير شهر واحد. وإذا كان فيه مثلا إجراء يتطلب التمديد، يطلب أطراف القضية تمديد هذا التقاضي. التقاضي عن بعد يكون حتى تبادل المذكرات وفق داخل طبعا عن طريق اللي هو البرنامج اللي وضعته وزارة العدل، يعني يطلع القاضي على المذكرات، يطلع على الطلبات، ومن ثم يعرضها على الأطراف الآخرين، وينظر القاضي هل يحتاج إلى جلسة يعني عبر اللي هي الوسائل الحديثة اللي هي عبر الكاميرات أو عبر الويب، أو حتى أحيان للقاضي أن يعمل جلسة عنده. لكن هذا وفق يعني أضيق الحدود في بعض الحالات النادرة جدا، لكن في الأساس اللي هو التقاضي سيكون تقاضي عن بعد لجميع القضايا السابقة. طبعا في بعض الأشياء بعض الناس يعني يقولوا كيف نحن مثلا نحضر عمليات مثلا الشهادة؟ صح، تبادل المذكرات ما في إشكالية. طب نحن عملية إدلاء بالشهادة أو عملية مثلا إصدار الحكم، كل هذه الإجراءات حلها التنظيم الجديد، وقالوا إنه مثلا حتى عملية الشهادة حتى لا يصير في تأثير على الشاهد في إدلاء بشهادته، يجب أن تكون وفق أنظمة معينة، وفق البرنامج الإلكتروني الذي سيحصل. صحيح. إلا في حالة واحدة اللي هي الشهادة في عملية القصاص فقط. طيب دكتور إبراهيم، يعني هذا كله كلام جميل، وحنا نعرف إلى أنه القانون طبعا
كويس انك ما شاء الله ضبطتني وانا اقول لك انا معجب بالقانون واحب القانون حتى، لكن في سؤال يثيرني انه لازم احصل عليه باجابه. الان احنا نعرف انه ازمه كورونا اثرت على الكثير من مناحي الحياه، هل بالامكان ان تؤثر سواء في ظل هذه الازمه او فيما بعد، بعد انتقضاء ان شاء الله هذه الازمه، على الاجراءات وعلى القوانين؟ شوف، في بعض القوانين ستستمر، لكن في بعضها قوانين مؤقتة للجائحة اللي هي القوة القاهرة الآن. صحيح. يعني مثلا عندنا زي في نظام العمل إضافة المادة 41 المادة 41 اللي هي اللائحة التنفيذية لنظام العمل، شرحا للمادة اللي هي 74 من نظام العمل اللي هي نظمت عملية العلاقة ما بين رب العمل والعامل في عملية اللي هي فسخ العقد. هذه ستكون مؤقتة للجائحة لأنها قوة قاهرة الآن. الإجراء اللي حصل فيها يعني التنظيم فيها أنه يجب أن يكون التخفيض إذا كان رب العمل حب يخفض لا يخفض أكثر من 40%، لا يستطيع طبعا رب العمل إنهاء عقد العمل في ظل هذه الجائحة. طبعا أيضا التأمينات الاجتماعية إذا كان صرفت اللي هي المعونة اللي هي ساند اللي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لا يستطيع أيضا رب العمل إنهاء العقد، ولا يستطيع إلزام العامل بالعمل إلا وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين، وبالتالي هذا هنا إجراء مؤقت. لكن أنا أقول لك بالنسبة للتقاضي عن بعد أو بالنسبة للإجراءات القضائية سيستمر منها كثير من الإجراءات، وهذا اللي ذكره معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل إنه هذه الإجراءات ستكون هي الإجراءات على طول حيستمروا فيها إلا ما ندر من بعض الإجراءات ستكون حضورية في المحكمة. دكتور إبراهيم، بالنسبة لقرارات الغرامات المستجدة زي مثلا غرامة عدم ارتداء الكمامة، كيف نقدر نفهمها من الناحية القانونية، ومتى ممكن يكون في حق الاعتراض عليها مثلا؟ طبعا شوف، اللي حددتها اللي هي التنظيمات اللي اصدرتها وزاره الداخليه انه بالنسبه للبس الكمامه يجب ان يكون مثلا اذا دخل الانسان محل او راح يكون في مكان تجمعات يجب ان يلبس هذه الكمامه، لكن مثلا واحد في سيارته، الواحد لوحده ماشي في الشارع في مكان في حديقه ما في احد حوله، ما حد يستطيع يقول له البس الكمامة، بالعكس يعني استنشاق الهواء مهم. مثلا هو بيلعب رياضة مثلا في الهواء الطلق ما حوله أحد، مثلا اللي حوله أكثر من 2 متر ما في إشكالية أنه ما يلبس، لكن في حال وجود تجمعات في داخل الأسواق في داخل أماكن العمل إذا كان هنالك أعداد كثيرة مكتظة يجب أن يلبس هذا الشخص الكمامة، يجب أن يحرص رب العمل ويحرص الموظفين على اتخاذ الإجراءات الوقائية، وإلا طبعا كانوا تحت طائلة العقوبة اللي هي 1000 ريال الغرامة هذه. وبالنسبة طبعا لغير السعوديين سيكون هنالك إبعاد من المملكة العربية السعودية، وطبعا عدم رجوعهم على الإطلاق، وهذه يعني يجب أن ينتبهوا إليها تماما. الحدث اللي حاصل اللي هو أزمة كوفيد-19 أو كورونا التاجي، طبعا وباء انتشر لا يوجد زي ما تفضل الطبيب اللي كان معكم قبل شوية لا يوجد له علاج إلى الآن. كثير من الناس إذا ما فرضت عليهم العقوبات، عشان كده قلنا نظرية الحق، عرفناهم بالحق ثم نظم هذا الحق، إذا ما التزموا يجب أن يعاقبوا، العقوبة يجب أن تكون عقوبة رادعة وزاجرة حتى يلتزم الجميع. يعني شوف عندنا العقوبات قد تصل بعض العقوبات إلى 500,000 ريال اللي هو من يتعمد نشر هذا الوباء، وإلى سجن لا يزيد عن 5 سنوات أو بكلا العقوبتين. وبالتالي هذه يعني يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة وزاجرة، ويجب أن ينتبه المجتمع أن هذه العقوبات لم تقرر عشان أنها تكون عقوبة، لم تقرر، لا، هذه لمصلحة المجتمع جميعا. اليوم الحمد لله نحن سليمين وطيبين، لا نعم أقول لك اليوم نحن سليمين وطيبين، ما نعرف قد ينتقل أين المرض، زي ما شفنا نحن اللوحة التوعوية اللي سوتها وزارة الصحة وهي جميلة، لا تكون أنت الرقم التالي. صحيح. بالفعل خوفا على الشخص قبل أن يكون خوفا على غيره. الله يحفظك. قد ينتقل إلى الشخص هذا يعني يكون حامل للوباء. أنا ما أتكلم كناحية طبية. آمين.